الخير، صباح الفل على متابعيني قناة الصحة والجمال. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في برنامج نعم أستطيع. نعم أستطيع مش كلمة بتتقال، نعم أستطيع أقوالا وأفعالا. النهاردة هتكلم معاكم في موضوع الموضة. عدم الموضة الست بمظهرها، وعلى فكرة مش لازم يكون الميك اب غالي أو اللبس يكون غالي، ممكن يكون اللبس كويس والبراند بتاع الميك اب كويس، وأهم حاجة يكون في تناسق، وأهم حاجة تلبسي اللي على جسمك. مش لازم يكون البراند غالي، ممكن يكون غالي بس مش على مقاسك، او ممكن يكون مش لايق عليكي. واهم حاجه تناسق الالوان. من خلال الموضه هتكلم في قضيه تهم المجتمع بتاعنا. كتير من الرجاله بيعملوا علاقات غير ستاتهم. ليه الراجل بيعمل كده؟ لان اول مره بتجذبي المظهر الخارجي. وفي زميله من المذيعات طبعا بتلوم على الراجل، ومش كده وبس، ده بتحرض الست على انها تعامله بجفاء وتعاقبه بكل ما اوتي لها من قوه. في ستات كتيره بتخسر بيتها وبتشرد اولادها وبتخسر بيتها، وفي الاخر بيتقال عليها مطلقه. ليه؟ عشان بتسمع كلام وتاثر عليه. لازم تقف وقفه حق، ولازم تعرف يعني ايه صح ويعني ايه غلط في بيتها، وتفرط في كل حاجه. اهم حاجه تحافظي على بيتك واسرتك ومستقبلك، وتحافظي على حبيبك، خطيبك، اخوكي، مامتك. مش لازم تكوني اي حاجه تسمعيها ان انت تنفذيها. عايزه اقول له حاجه كمان مهمه جدا، اهم حاجه يكون نظافه بيتك، نظافه شكلك، نظافه مجالك، نظافه كل حاجه تخصك. وزي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عز الله على وجل، الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه؟ وزي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبتسم في وجه اخيك صدقه، واحنا الامه. الكلمه الحلوه او الجميله وابتسامتك صدقه، وتيجي اخت مذيعه تضرب بالكلمه الطيبه اللي قال عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول له بقى ايه؟ اعمل بلوك، ما تكلمهوش، اقفل موبايلك. طب وليه كل ده؟ لما تشوفي ايه الحل وتحليه ببيتك. ليه تعمليه بلوك؟ ليه ما تكلمهوش؟ ليه كل ده؟ انت كده لا، بالعكس، انت كده هتخسري جوزك وولادك وتشرديهم، وفي الاخر تصبحي مطلقه. ليه كل ده؟ اهم حاجه لازم يكون عندك شخصيه كده لنفسك، مش اي كلمه او اي حاجه تسمعيها وخلاص وتصدقيها. فعايزه اقول لكل بنت وكل ام، ما تخسريش بيتك، اهم حاجه جوزك، ملكيش غيره، وعيالك، عشان ما تصبحيش مطلقه. يا جماعه، بقيت بشوف دلوقتي البنت عندها 20 سنه وعندها طفل او طفلين واسمها مطلقه. ليه؟ تسمع كلام الناس. لا، ده عشان زعلها، او مشكله صغيره جدا تسيبه، او المشكله ما بينهم تسيبه. طب ليه اتجوزتي بقى؟ ليه اتجوزتي وتفتحي بيت وتفتحي اسره؟ ليه كنت خليتي بقى قاعده في بيتك وبتخرجي وبتروحي وبتيجي؟ ما تتجوزيش بقى، خليكي قاعده في البيت. البيت ده مسؤوليه كبيره جدا. يكون عندك بيت وعندك اولاد وعندك عيال بتروح مدارس وبتيجي وبتروح، لازم تحافظي عليهم. طبعا مش اي حد يقولك اي كلمه. اهم حاجه تحافظي على بيتك، تحافظي على اسرتك، وتحافظي على كل حاجه. دي اول جزء اتكلمت عنه. عايزه بقى طبعا اتكلم في جزء مهم جدا برضو عن الرجاله. انا اتكلمت على الحلو اللي فيهم، عايزه اتكلم بقى عن الوحش. سمعت كذا واحده صحابي انا شخصيا بيقولوا لي دلوقتي اي راجل بيدور على ست تكون بتشتغل عشان تصرف عليه. واهم حاجه تتجوزي راجل يكون محترم، راجل يكون كويس، راجل يكون شغال، مش بياخد مصروف من بابا وماما عشان يعيشك كويس. ان شاء الله يا رب يعيشك عيشه على قدك، عيشة مش لازم يكون اللي هي الواو قوي، يعني ممكن يكون اوضه وصاله، الطن وصاله، بس اسمك عايشه. شي راجل بيصرف عليكي، امال اللي هو ياخد مصروف من اهله؟ دي وحشه قوي. اهم حاجه تخلي بالك وتختاري اختيارك الصح. ده برضو موضوع دلوقتي بقى ايه. ليه انت بقى طبعا بتشتغل؟ ليه طبعا بتشتغل انت انت بقى راجل، واحد راجل كده ورزين وكبير، اشتغل، اصرف عليه. ليه قررت تتجوز اصلا؟ لازم طالما في قرار جواز، في قرار اسره، في قرار عيال، في قرار
اي مراتك في جرى كل حاجه. انسى بقى حوار بابا وماما وناخد منهم المصروف والكلام الهبل ده. فعايزه اقول لكل بنوته اختاري اختيار صح عشان تتجوزي صح، ما يبقاش اسمك مطلقه وانت عندك 20 سنه. دلوقتي يا جماعه روحوا المحكمه كده هتلاقي كل رفع قواضي نافع على الناس كلها، ورفع على كل واحده، رفع على جوزها وعلى ايه، على سبب تافه عشان مثلا مش عايز يديها نفقه لعيالها. طب وليه كل ده؟ ليه البهدله دي وتشردوا اسرتك وتشردك على ايه؟ على ايه؟ على حوار تافه اصلا. اكيد حوار تافه، ما اكيد انت عندك 20 سنه واتجوزتي، اكيد حوار تافه طبعا وسبب ملوش اي 60 لازمه. ليه؟ حافظي على بيتك، حافظي على اسرتك، حافظي على كل حاجه. ان شاء الله يا رب بتاكلي اكل اللي هو مش اللي هو واو قوي كده، اهم حاجه تزينيه على سفرتك، طريقه كلامك، طريقه لبسك، هتجذبه وعمره في حياته ما هيبص لغيرك. ما تفكريش ان هو ما بيفكر اللي يبص لواحده تانية يبقى انت كده مش حوار، انت مش ماليه عينه. اكيد انت بتعملي حاجه تخليه اللي هو يبص لواحده تانية. لا، لازم تكوني مخليه نفسك من كل حاجه، مظهرك، لبسك، شياكتك، كلامك مع الناس، كلامك مع كل حاجه، مع اهله لو عنده اهل، عنده مامته، حماتك، حماكي. طالما طلعتي من بيت اهلك اعتبري حماتك، حماكي هم دول اهلك، لازم تخلي بالك منهم. مش عشان حماتك زعقت لك مره قالت لك تعالي امسحي لي، تعالي اكنسي لي، يبقى هي كده وحشه. لا، ده بالعكس المفروض تحترميها زي ما هو بيحترم مامتك وباباك، لازم تحترم مامته وباباه، ودي الاسره اللي انت تعرفي تعيش عليها قدام. امال مش بقى بيقول لك اي حاجه ان انت تتخانقي معاه، طلقني من اقل مشكله صغيره تافهه، طلقني. ليه يا بنتي ليه؟ يبقى اسمك مطلقه وخلاص عشان بتسمعي كلام اصلا ملهوش اي 60 لازمه. اعملي واعملي 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 قبل ما تيجي على حقك. فكري شويه قبل ما تاخدي اي خطوه او اي قرار او اي انفصال. فكري في عيالك لو عندك عيال، فكري في مستقبلك، في كل حاجه. طبعا انا اتكلمت في الجزء اللي هو يخص الرجاله وتحافظي على بيتك والكلام ده كله، هكلمكم طبعا النهارده على جزء مهم برضه يخصني انا. بقى عايزه اكلمكم النهارده شويه عن الميك اب، اكلمكم على الشعر، اكلمكم عن تجهيز البشره كعروسه بنوته حلوه، توضبي ازاي لفرحك ان شاء الله، الحاجات المهمه. هنتكلم مثلا، نبدا عن اول ايه، نبدا عن مثلا قصات الشعر. دلوقتي الالوان دلوقتي في الجريهات، في الاصفر، ده كله دلوقتي بقى الموضه، وفي برضو شعر قصير، في شعر طويل، دي كلها بقت دلوقتي بقت موضه، بس هي الجريهات اكتر طبعا عامه. واهم حاجه طبعا تخلي بالك من شعرك، عشان ساعات بيبقى اي الوان من دي تجهد الشعر جدا جدا. واهم حاجه ما تحطيش زيوت في شعرك، عشان الزيت دوت مضر للشعر جدا. في حاجه اسمها سيرم، السيرم ده يكون نضيف جدا وكويس، وهو هيكون حنين على الشعرايه، مش هيقصفها، مش هيهيشها، مش هتلاقي شعرك وقف، شعرك وحش لحد ما تيجي تتجوزي مش هتلاقي اصلا في شعر. ليه؟ لازم تحافظي على شعرك جدا، وتحافظي على جسمك جدا، وعلى اكلك جدا، وعلى شكلك، على كل حاجه. دي حاجه مهمه جدا 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 يا جماعه والله. طبعا بلاش اي زيوت للشعر، بلاش اي حاجه للشعر خالص. يا ريت تستخدمي حمام كريم، سيرم، بلسم، حاجه اللي هي مفيده للشعر، مش تستخدمي زيوت، كريمات، الحاجات دي كلها بتقصف الشعر وبتهلك الشعرايه جدا يا جماعه والله. فطبعا في حد برضك سالني على حمام الكريم بيتعمل ازاي والحاجات دي كلها. في ناس بتجيب الحمام كريم طبعا، بتعمل شعرك ازاي، خلي شعرك تحطه عليه حمام كريم وتخش تغسله على طول. ايه فايده الحمام كريم على شعرك طالما انت حطيتيه اصلا وغسلتيه زي الشامبو؟ ليه اسمه حمام كريم؟ اهم حاجه طبعا بتغسلي طبعا شعرك بشامبو كويس جدا، وبعد كده تفكري انت تحطي حمام الكريم. تحطي حمام الكريم طبعا على شعرك، وبعد كده فوطة سخنة وتلفي شعرك بيه ربع ساعة تلت ساعة بالظبط، تشيلي الفوطة وتبدأي تغسلي شعرك. هتلاقي في فرق ما بين الشعراية اللي فيها شامبو وفي الشعراية اللي فيها حمام الكريم. حمام الكريم ده يا جماعة بيطري الشعراية جدا، ومش لازم يكون في حمام كريم وبلسم. لا، النهاردة عملت مثلا غسلت بشامبو وحمام كريم، المرة اللي بعدها بشامبو، المرة اللي بعدها بلسم، مش كل يوم تهلكي الشعراية غسيل. ويا ريت يكون مرة في الأسبوع تغسلي شعرك بس، عشان دايما
الشعر بيطهلك في الغسيل طول ما انت بتغسلي الشعر على طول، طول ما هو مش هيطلع اللي فيه، فلازم تغسلي شعرك على الأقل يوم في الأسبوع واحد بس. جينا لنقطة الشعر والزيوت والسيرم والحمام الكريم والحاجات دي كلها يا جماعة، فطول ما انتي مهتمية بشعرك جدا، جمال البنوتة أصلا شعرها، جمال البنوتة شعرها. عايزة أقول لكم حاجة قبل ما أختم حلقتي إن شاء الله، كل بنوتة تحافظ على مظهرها، شكلها، شياكتها، ده أحسن من كل حاجة. وبرضك عايزة أقول لكل بنوتة زعلانة من جوزها، زعلانة من حبيبها، زعلانة من خطيبها، ملكيش غيره، خلي بالك منه، خلي بالك من أهله، خلي بالك من مامتك وباباكي طبعا، شيلهم في عينيكي، ملكيش خير في إلا فيهم طبعا. أي نعم أستطيع مش كلمة بتتقال، نعم أستطيع أقوالا وأفعالا. وشكرا، باي باي.